بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. أجر عظيم، فضل كبير لمن سعى في تفريج كربات إخوانه المسلمين، سواء كان يعرفهم أو لا يعرفهم. وأيضا هي من الصدقات العامة، لما يتصدق الإنسان بجاهه أو بماله، ويقول الله تبارك وتعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. أخونا محمد سعد الرشدان يعني قد حصل له ما يحصل في هذه الدنيا من البلاء بأن اعتدى على إنسان، وحصل هذا الأمر وهو القتل، وبحمد الله تبارك وتعالى بعد 20 سنة من السجن قد تيسر العفو من أولياء المقتول مقابل دية يعني مقدرة من أهل المقتول. ويعني نسعى جميعا لسداد هذه الدية، ونحاول أن نساهم بما نستطيع، وما نقدمه إنما هو نقدمه لله تبارك وتعالى، وليس يعني لهذا الذي حصل منه هذا الأمر، إنما هو لله تبارك وتعالى. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. واقترح بعض الإخوة أن تقسم هذه الدية إلى أقسام، إلى 500 ألف سهم، يعني قيمة السهم الواحد 80 ريال أو ما يقابله 6 دنانير كويتية. فالإنسان يقدم ولو كان قليل، فالقليل عند الله كثير. فلا تحرموا أنفسكم هذا الأجر العظيم لتفريج كربة من كرب أحد إخواننا المسلمين.